اولا وقبل كل شيء رمضان مبارك سعيد، كل خير وبركه ان شاء الله بحال على كل مشاهدين قناه سكاي نيوز العربيه. فبالنسبه للبطوله، بطوله اوروبا للامم، لحد الان شاهدنا بطبيعه الحال منتخبات اوروبيه يعني او مباريات ممكن اقول لا باس بها، لانه دائما البدايه كتكون في بطولات كاس اوروبا للامم او كاس العالم دائما كتكون صعبه جدا. ولكن لحد الان شفنا منتخبات مثل انجلترا، انا شخصيا انجلترا اللي عجبتني كثير، يعني رغم التعادل في المباراة الأولى ممكن أظن في المباريات المقبلة حتكون أحسن وأفضل وممكن تفوز بهذه الدورة. شفت كذلك المنتخب سلوفاكيا، ولو انهزم في المباراة الأولى منتخب قوي، منتخب من الأفضل من الجانب لا التكتيكي ولا التقني. وكذلك هناك منتخب اليوم اللي كنشوفوه منتخب إيطاليا اللي متغير تماما على الدورات او المباريات اللي شفناها في مباريات الإقصائيات وحتى في المباريات الحبية. فاليوم كيف يعني امام منتخب بلجيكا اللي يعد من اقوى المنتخبات الاوروبيه والمرشح كذلك بفوز بهذه البطوله، عامل المباراه يعني هائله جدا، وخاصه من الجانب التكتيكي اظن هو الاقوى، وممكن في المباريات المقبله يغير الاراء ديال المختصين في الدوره، لانه المنتخب الايطالي قبل هذه الدوره كان من المنتخبات يعني ممكن نقول اقل احتمالات بالفوز بهذه البطوله. افضل لاعب كاين هناك لاعبين بطبيعه الحال كثار، لكن هذه البداية ما يمكننا نقيم كل لاعب أو ممكن نقوله أحسن لاعب في هذه الدورة، لكن ممكن أظن